مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والمهم على قناتكم الهجرة الشرعية. في فيديو اليوم سنتكلم فيه عن أسهل تأشيرة شنغن أو تأشيرة شنغن الأقل صعوبة وأيضا الأرخص من الناحية المالية. ورغم أن جميع تأشيرات شنغن متشابهة من حيث الأوراق المطلوبة والإجراءات، يكون فقط اختلاف من دولة لأخرى، وهذه الاختلافات تكون في معظم الأوقات بسيطة جدا. وطبعا هناك عدة دول معروفة ومشهورة وتستقبل طلبات كثيرة جدا للحصول على التأشيرة، ولكن يكون نسبة الرفض أيضا عالي جدا. ومن بين هذه الدول نجد على سبيل المثال فرنسا أو هولندا وغيرها. وهناك دول أخرى أقل شهرة من الأولى، ولكن نسبة القبول فيها تكون عالية لو قارناها مع الدول المشهورة. ومن بين هذه الدول نجد المجر، والذي يعتبر واحد من بين أسهل الدول للحصول على تأشيرة شنغن. وإن كنت مهتم بهذا البلد ومعرفة طريقة التقديم والإجراءات والأوراق المطلوبة وكذلك المبلغ المطلوب في حسابك البنكي، تابع معي هذا الفيديو حتى النهاية، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والمشاركة معنا في القناة ليصلك كل جديد. فالمجر والمعروف أيضا بهونغاريا أو لا هونغري بالفرنسية، يقع في شرق أوروبا، يتميز بالجمال والطبيعة والحياة الهادئة، ويشترك بحدوده مع كل من النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا. لغته الرسمية هي المجرية، ويبلغ عدد سكان المجر حاليا حوالي 10 ملايين نسمة. عاصمة المجر هي بودابست، ويعد واحد من أجمل وجهات السفر في أوروبا. ويزور المجر سنويا حوالي 30 مليون سائح، والعملة الرسمية للمجر هي الفورنت المجري. فالمجر انضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأصبح عضو في منطقة شنغن في سنة 2007. ومنذ ذلك التاريخ لدخول المجر يجب عليك الحصول على تأشيرة شنغن. ولكن من مميزات تأشيرة شنغن المجرية أنها ليست معقدة ونسبة القبول فيها مرتفعة جدا، والمبلغ المالي المطلوب في الكشف الحساب البنكي ضعيف مقارنة بدول شنغن الأخرى. أول شيء سنتكلم عنه وهو نسبة القبول لطلبات التأشيرة. فنسبة قبول طلبات تأشيرة المجر نجدها عالية جدا مقارنة بالدول الأخرى لبلدان الشنغن، فقد وصلت نسبة القبول إلى أكثر من 95%، وتم رفض حوالي 5% فقط من طلبات الحصول على التأشيرة، وهذا في سنة 2017، أين تم تقديم حوالي 264,000 شخص على هذه التأشيرة، وتم قبول حوالي 240,000 شخص، وهذا طبعا رقم كبير جدا مقارنة بمعظم الدول الأخرى كفرنسا سويسرا وبلجيكا. ومن بين الأمور التي تسهل الحصول على التأشيرة هو المبلغ المطلوب في كشف الحساب البنكي، وكما سبق وقلنا فهو مبلغ ضعيف جدا مقارنة بأي دولة أخرى في منطقة شنغن، والسبب يعود إلى ضعف عملة المجر أي الفورنت المجري، وليس الأورو. بالرغم أن المجر عضو من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قرر الاحتفاظ بعملته الفورنت المجري، وهي عملة ضعيفة جدا مقارنة بالأورو، وحتى إن قارناها ببعض العملات الأخرى للدول العربية. فتخيل أن 1 أورو يعادل حوالي 355 فورنت مجري اليوم، فهي عملة ضعيفة جدا، وهذا يكون في صالح المتقدمين عن التأشيرة. والمبلغ المطلوب في حسابك البنكي يكون قليل مقارنة بأي دولة أخرى في منطقة شنغن. فلو تقدمت على تأشيرة شنغن
سيطلب منك إثبات القدرة المالية على إنفاق حوالي 1500 فرنك مجري في اليوم الواحد، أي ما يعادل حوالي 4 أورو في اليوم، وهذا مبلغ قليل وبسيط جدا ومشجع للسفر إلى المجر، خاصة وإن قارنا التكلفة مع دولة أوروبية أخرى. والآن سنتكلم عن الوثائق المختلفة والمطلوبة للحصول على تأشيرة المجر. أولا، نموذج طلب تأشيرة شنغن، والذي ستقوم بتحميله من موقعهم الرسمي وتملأه بعناية وتوقع عليه. ثانيا، جواز سفر ساري المفعول. ثالثا، صورة شمسية وشخصية، مقاس صورة جواز السفر، أي 5×5 سنتيمتر. رابعا، إذا كانت عندك تأشيرات سابقة ستقدمها أيضا. خامسا، تأمين طبي للسفر. سادسا، خطاب الغرض من السفر ويوضح كل تفاصيل الرحلة والسبب. سابعا، حجز طيران ذهاب وعودة. ثامنا، حجز فندقي مؤكد. تاسعا، دفع رسوم التأشيرة طبعا، والتي تقدر ب 80 أورو للشخص البالغ من العمر من 12 سنة فما فوق، وللأطفال بين 6 إلى 12 سنة تكون 40 أورو، ومجانا للأطفال الأقل من 6 سنوات. أما بالنسبة للموظفين فيشترط عقد عمل، كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، وشهادة عمل الممانعة من جهة العمل، ومفردات مرتب مختوم ومطلوب على الوثائق الرسمية من جهة صاحب العمل ومترجم للغة الإنجليزية. أما بالنسبة لأصحاب الأعمال الخاصة فيشترط السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وبالنسبة للمتقاعدين يشترط إثبات المعاش لآخر 6 أشهر وإثبات القدرة المالية. وأما بالنسبة للطلاب فيشترط خطاب كفالة وشهادة إثبات القيد من المدرسة أو الجامعة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. والآن وبعد أن جهزت كل الأوراق المطلوبة، كل حسب الفئة التي ينتمي إليها كما ذكرناها، سوف تقوم بحجز موعد في السفارة المجرية أو المكتب التابع للسفارة المجرية VFS لتقديم ملف تأشيرتك. فيكفيك كتابة على محرك البحث جوجل موعد في السفارة المجرية، وتضغط على أول خيار وهو المكتب التابع للسفارة المجرية VFS Global، وبعدها ستضغط على Book an Appointment، وبعدها ستخرج لك هذه الصفحة وتضغط على I don't have account، أي ليس عندك حساب لكي تسجل على الموقع. وبعدما تسجل على الموقع وتؤكد بريدك الإلكتروني، ستقوم بتسجيل دخول وتحجز موعد لكي تقدم كل أوراقك، ويجب أن تقدم طلبك قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اليوم الذي تنوي السفر فيه، وفي موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل تاريخ السفر. مدة معالجة تأشيرة شنغن في العموم تتراوح بين 15 إلى 30 يوم، ويمكن أن تصل إلى 60 يوم في بعض الأحيان. وسأترك لكم في صندوق وصف هذا الفيديو رابط البحث عن السفارة المجرية كما تم شرحه في هذا الفيديو. وبعد حصولك على التأشيرة إن شاء الله يمكنك السفر إلى المجر خلال كل مدة صلاحية التأشيرة، أي تختار الوقت الذي يناسبك خلال كل هذه الفترة. هذه هي كل المعلومات المتعلقة بفيديو اليوم، أرجو أن يكون قد أعجبكم وأفادكم. إن كان كذلك لا تنسوا الإعجاب والاشتراك معنا في القناة لتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات من هذا النوع، ومشاركة الفيديو مع أصحابكم المهتمين بالسفر لتعم الفائدة.
حظ موفق لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.